مشاهدينا أهلا بكم إلى تفاصيل نشاط الأخبار. البداية بالعنوان: رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يهنئ المصارعة شيرين عبد اللاوي بعد افتكاكها الميدالية الذهبية الأولى للجزائر بطوكيو في الألعاب البارا-أولمبية. وتحضيرا لدخول المدرسي، قطاع التربية يتعزز بمؤسسات تربوية وهياكل بداغوجية بولايتي سكيكدا وإيليزي، ولتلاميذ ولاية تبسة حافلات للنقل المدرسي. الطبعة العاشرة لمعرض موغار الدولي بتندو فرصة لتعزيز الشراكات وتنشيط التجارة البينية الجزائرية الإفريقية. حملة وطنية تخصيصية للتبرع بالدم، والتلفزيون الجزائري يواكب الحدث عبر يوم مفتوح. وفي إطار جهود مكافحة كورونا، ولاية بسكرة تتدعم بمحطتين لتوليد الأكسجين. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. في المستهل هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المصارعة شيرين عبد اللاوي عبر حسابه الرسمي على تويتر بعد افتكاكها أمس الميدالية الذهبية في الجيدو ضمن الألعاب البارا-أولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، حيث جاء في الحساب الرسمي لسيد الرئيس: شكرا لك شيرين عبد اللاوي على إنجازك بتحقيق أول ميدالية ذهبية للجزائر بطوكيو، فباسمي وباسم الشعب الجزائري أتقدم إليك بتهاني الحارة، متمنيا أن تكوني قدوة لزملائك. هذا وافتكت أمس المصارعة الجزائرية شيرين عبد اللاوي الميدالية الذهبية في رياضة الجيدو في وزن أقل من 52 كيلوغراما خلال الألعاب البارا-أولمبية التي تحتضنها العاصمة اليابانية طوكيو. وكانت الجزائر قد افتتحت عداد الميداليات بحصد ذهبية واحدة وثلاث برونزيات. التقرير للبنى بوذويس. شهد اليوم الثالث من دورة الألعاب البارالمبية تتويج المصارعة الجزائرية شيرين عبد اللاوي صنف 52 كيلوغرام بالميدالية الذهبية في رياضة الجيدو بالعلامة الكاملة. الحمد لله ديت لامي طيدور تعبت عليها باش ديتها، بيان سور ماشي عفسة سهلة، وفريمون اي اتليت يتمنى هاد اللحظة. أنا الحمد لله حققت واش كنت نتمنى، الحمد لله فرحت الشعب الجزائري اللي كان داير في باله بلي ما نجيبو حتى ميدالية، الحمد لله يا ربي. من جهته تحصل الرباع الجزائري حسين بطير على أول ميدالية برونزية في رياضة رفع الأثقال بعد احتلاله المركز الثالث لوزن أقل من 65 كيلوغرام بعد رفعه حمولة 192 كيلوغرام في المحاولة الثانية. بينما عادت البرونزية الثانية في تخصص رمي الجلة والصلجان لفائدة مونيا جاسمي برمية قدرها 23.29 متر، مسجلة بذلك أفضل رقم شخصي لها. أما البرونزية الثالثة فعادت لنسيمة صيفي في اختصاص رمي القرص لتصبح بذلك أول جزائرية تفوز بثلاث ميداليات في ثلاث دورات متتالية. ودخلت بذلك الجزائر جدول الترتيب العام المؤقت باحتلالها المركز 22 مناصفة مع بلجيكا. إلى التعاون، حيث شكل ملف إعطاء دفع جديد لميثاق السلم والمصالحة الوطنية بمالي المنبثق عن مسار الجزائر الأولوية في زيارة وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة إلى جمهورية مالي باستفاته مبعوثا لرئيس الجمهورية، مواصلة للدور المحوري للجزائر في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة. خالد حجلالي.
مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى جمهورية مالي الشقيقة، أجرى ممثل الدبلوماسية الجزائرية لقاءات ثنائية وموسعة مع مسؤولين سامين في دولة مالي، مكنت من توسيع التشاور والتنسيق حول أولويات المرحلة الانتقالية المقبلة من خلال إجراء انتخابات لإنهاء الأزمة في هذا البلد الشقيق والجار الذي تجمعه بالجزائر شراكة استراتيجية تؤكدها جودة العلاقات الثنائية بين البلدين، ويشيد بها القائمون على مصالح الشعب المالي في التزام الجزائر الدائم ولمرافقة مالي لتجسيد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر. بحث أفاق تعزيز التعاون بين المؤسسات التشريعية للبلدين محور شراكة طبعت الزيارة وتباحث حولها طرف البلدين، ليترأس بعدها رمضان العمامرة اجتماعا لمجموعة الوساطة الدولية، وكان محل تقييم للتقدم المحرز في عملية السلام في إطار اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر. اجتمعنا في جلسة عمل الوساطة الدولية لجنة متابعة تطبيق اتفاق الجزائر حول مالي، جلسة سمحت بتقييم الوضع وما تم تحقيقه، والأهم من ذلك قمنا باستعراض الأهداف المستقبلية لتسريع وتيرة تطبيق اتفاق الجزائر. فريق الوساطة الدولية ملتف حول أساسيات ميثاق الجزائر الذي نجح بامتياز، هناك انسجام كبير وتفاهم حول ميثاق السلم والمصالحة في مالي والذي تم توقيعه بالجزائر. اتفاق السلم مرجعية لبحث السلم في مالي، والشعب ينتظر المزيد من التقدم لإحلال الأمن والاستقرار، والجميع يدرك أهمية تسريع وتيرة هذا التقدم وهو محور هذا اللقاء. مالي يحتاج إلى استقراره ووحدته وأمنه الذي يطمح إليه الشعب المالي، وعليه يجب التركيز على ذلك. اجتماع يسمح بإعادة تقييم وضعية مالي وتحديد الرهانات، مع ضرورة العمل الجماعي اليد في اليد لتطبيق ميثاق السلم بطريقة متوازنة وبوتيرة أسرع لصالح الشعب المالي ومنطقة الصحراء. الحركات الموقعة على اتفاق السلم المنبثق عن مسار الجزائر ثمنت اللقاء وجهود الدبلوماسية الجزائرية في استقرار المنطقة. اللقاء كان جدا مهم لإطلاق لإعطاء دفعة جديدة لمسار السلام وتطبيق اتفاقية الجزائر الموقعة منذ 2015. طبعا نحن عبرنا عن أهمية عودة السيد رمضان العمامرة إلى وزارة الخارجية وقيادته للوساطة الدولية التي تقوم بتنسيق الجهود والدفع من أجل تطبيق اتفاقية السلام وإحلال السلام. مع وزير الشؤون الخارجية السيد العمامرة اتفاق الجزائر سيتم تطبيقه سريعا ومالي سيعرف السلام. مركز الإمام محمود ديكو للسلام والتعايش السلمي في دول الساحل محطة أخرى ميزت زيارة مبعوث رئيس الجمهورية إلى الشقيقة مالي. أخونا إمام محمود ديكو مرجعية لدول الساحل وصديق للجزائر، سخر حياته لخدمة الأمن والسلم والتعايش والتسامح في المنطقة. نثمن دائما مواقفه الداعمة للجزائر، وتأسيسه لهذا المركز مهم لتكريس القيم المجتمعية المثلى في فضائنا المشترك. De la part d'un peuple frère comme l'Algérie, avec lequel nous partageons beaucoup, et pour ne pas dire tout. Donc l'Algérie, avec lequel nous avons une histoire commune, nous avons des relations privilégiées, notre situation les préoccupe, comme la leur aussi nous préoccupe. Donc nous avons échangé sur tout cela, et surtout aussi le fait de nous transmettre les salutations fraternelles de son excellence le président Abdelmadjid Tebboune
le peuple frère algérien. تمسك الجزائر بالحل السلمي للأزمة في مالي وتقييم التقدم المحرز في عملية السلام التزام تجسده مواعيد الدبلوماسية الجزائرية ليس في مالي فحسب وإنما لمنطقة الساحل والصحراء. هذا وخلال اجتماع مجموعة الوساطة الدولية الذي ترأسه أمس وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة، تم تعيين السفير بوجمعة ديلمي رئيسا للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر خلفا للسفير بوعلام شبيحي الذي تولى هذه المهمة خلال العامين الماضيين. بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارتي التربية الوطنية والتعليم والتكوين المهنيين نظم تلفزيون الجزائري اليوم يوما مفتوحا حول التبرع بالدم والتلقيح ضد فيروس كوفيد 19 وذلك تحسبا للدخول الاجتماعي والدخول المدرسي المقبل. اليوم المفتوح تناول بالنقاش مع المختصين والفاعلين في القطاعات المعنية الأولوية التي توليها الدولة للتبرع بالدم وكذا تحسيس عمال قطاعي التربية الوطنية والتكوين المهنية بضرورة التلقيح ضد وباء كورونا لاكتساب مناعة جماعية ومجابهة الوباء. في إطار العمل اليومي لمركز حقن الدم بمستشفى محمد بوضياف بولاية البيض يعتبر الشاب تقي الدين من رواد المركز بصفة أسبوعية لحاجته للدم كغيره من المرضى حيث يسهر المركز على توفير الخدمات الصحية للمريض والقيام بحملات تحسيسية وتوعوية بضرورة التبرع بالدم. مصطفى دحاوي. في إطار العمل اليومي لمركز حقن الدم بمستشفى محمد بوضياف بولاية البيض أين يتوافد عليه المرضى ومن بينهم الشاب تقي الدين الذي يعتبر من رواد المركز أسبوعيا لحاجته المستمرة للدم. علي كل سيمانة نجي نزيد الدم والحمد لله ماش كاع خمم في الدم ولا الحمد لله عم يتبرعوا راه كاين المتبرعين راه متوفر ونتمنى من المتبرعين يزيدوا يتبرعوا لنا يتهلاو فينا وانا كما جيت مريض كراني تبرع ثاني انا باسكو حسيت بالمرض كان جات ليدي كاع الناس تبرع عليا انا جيسكا ميتنون الحمد لله الحمد لله الحمد لله شاك سيمان عندنا 3 مالات 4 مالات 6 مالات هادو سيدي مالات تاعنا مساكين لازم ما نسمحوش فيهم سيدي مالات اسيرفيي الحمد لله يا رب نتحقوا الدم كاين ترونسفيزيون كاين الميدسان كاين باراميديكال كاين الحمد لله مام لي مالات تاعنا خوتنا هادو يعطيهم الصحة ونشكرهم ثاني على الصبر تاعهم فريمون نقول لك حاجة نشكرهم. ويبقى مركز حقن الدم يشهد عمل مكثف في جمع وتحليل الزمر الدموية بالإضافة إلى الحملات التحسيسية والتوعوية بضرورة التبرع بالدم. حنايا نحرص في المركز انها ان شاء الله البنك يعمى يخواش لخاطرش عندنا طلبات مكثفه من مختلف المصالح الاستشفائيه بما فيهم المرضى اللي يتعيدوا الدم بصفه مستمره مثل الانكولوجي السيرفيس دياليز السيرفيس ساني بيدياتري فيه دي كا دو ليسيمي احنا ماذا بينا نسعاو ان البنك دائما يكون صالح باش يمول المرضى. وبالرغم من تضاعف العمل وندرة بعض الزمر الدموية يبقى مركز حقن الدم يسهر على توفير الخدمات الصحية للمريض تحت شعار بتبرعك بالدم أنت تشارك في إنقاذ حياة الآخرين. بلغنا للتو بيانا لرئاسة الجمهورية جاء فيه يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الأحد 29 أوت 2021 اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء يخصص للدراسة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة قبل عرضه على البرلمان في دورته المقبلة كما سيتم استكمال عرض ومناقشة مشروع قانون السمع البصري. تحسبا للدخول المدرسي المقبل تدعمت ولاية إيليزي بعدة مرافق تربوية جديدة في الطورين الابتدائي والمتوسط. إبراهيم بالخير. 6 مجمعات مدرسية من المنتظر أن تدخل الخدمة الموسم الدراسي القادم منها مدرستين ابتدائيتين و3 متوسطات موزعة عبر بلدية إيليزي مرافق من شأنها تقليل الضغط المسجل في بعض المؤسسات القديمة. بالنسبة للدخول المدرسي لهذه السنة
قمنا بتحضير الهياكل المدرسية، حيث تم الانتهاء من مدرستين ابتدائيتين وثلاث متوسطات، منها اثنين تعويضية، احداهم في عين مناس التي كانت بالبناء الجاهز، والثانية بالدبدب قديمة. أما الأقسام فقد تم إضافة الأقسام التوسعية عبر الولاية، وصل عددها إلى 19 قسم و في هذه في هذا الدخول، و25 قسم يضاف ما قبل 31 ديسمبر كذلك. وبهدف التكفل الأمثل بتلاميذ المدارس الابتدائية، تم إنجاز مطاعم مدرسية جديدة لتوفير الوجبات الساخنة، إضافة إلى الملاعب الرياضية بمختلف المؤسسات التربوية. تعليمات وزير الداخلية فيما يخص المطاعم المدرسية، فتم الانتهاء من 6 مطاعم مدرسية، والآن رانا عندنا مطعمين مدرسيين قيد الإنجاز، ونحاولوا باش إن شاء الله نسلمهم في أسرع وقت. وجه رسالة من خلالكم إلى كل الزملاء والزميلات أنهم ينخرطوا في هذه العملية لإتمام عملية التلقيح قبل الدخول المدرسي. مشاريع أنجزت وأخرى تعرف تقدما كبيرا في نسبة الأشغال ستسلم قبل نهاية العام الجاري. تشهد مديرية التربية بولاية سكيكدا استلام العديد من الهياكل التربوية وتجهيزها بمختلف الوسائل الضرورية استعدادا للدخول المدرسية، فيما تم توظيف أساتذة في مختلف الأطوار التعليمية. عائشة ببرق. هياكل بيداغوجية جديدة يتعزز بها قطاع التربية بولاية سكيكدا لاستقبال التلاميذ في أحسن الظروف وتخفيف الضغط عن بعض المؤسسات التربوية. ولاية سكيكدا تستعد لاستقبال حوالي 242 ألف تلميذ يؤطرهم 19,026 موظف موزعين على 671 مؤسسة تربوية، منها 478 ابتدائية، 137 متوسطة و56 ثانوية. كما تجدر الإشارة إلى أن هناك هياكل قيد الإنجاز، منها ثانوية، 4 متوسطات و5 مجمعات مدرسية. هذا فيما تم توظيف العديد من خريجي المدرسة العليا للأساتذة. هناك أكثر من 300 أستاذ، لم يبقى سوى حوالي 70 أستاذ، وسيتم طبعا بالتدرج استغلال المناصب الشاغرة لتوظيفهم. وعن عملية تلقيح عمال القطاع يضيف مدير التربية. ومن خلالكم أوجه نداء إلى كل موظف في قطاع التربية بالتوجه إلى وحدات الكشف والمتابعة القريبة منهم للقيام بعملية التلقيح هذه، لأن قطاع التربية قطاع حساس جدا، وهناك احتكاك كبير مع جميع أطياف المجتمع. عملية ترميم المؤسسات التربوية ما تزال متواصلة، خاصة ما تعلق بالمطاعم المدرسية. استلمت ولاية تبسة 16 حافلة للنقل المدرسي تم توزيعها على بلديات الولاية سيما النائية منها. هذه العملية تدخل في إطار اهتمام الدولة وسعيها لتوفير ظروف جيدة لتمدرس التلاميذ والحد من عناء تنقلهم إلى المدارس. إلى قطاع السكن، وفي إطار إعادة إسكان القاطنين بسكنات الهشة، تم اليوم بولاية وهران ترحيل 300 عائلة إلى القطب العمراني الجديد بوادي تليلات. خضر شيكر أقول. تتواصل بوهران عملية الإسكان بالقطب العمراني الجديد بوادي تليلات بترحيل 300 عائلة من مندوبيتي الأمير والنصر في إطار القضاء على السكن الهش. مواصلة لعملية الترحيل اللي شرعنا فيها منذ بداية الأسبوع الماضي، تم اليوم ترحيل 300 عائلة. هذه العملية سخرت لها كافة الوسائل البشرية والمادية لإنجاح هذه العملية، وتمت في ظروف جد حسنة. العائلة المرحلة ودعت المعاناة مع شقق بعمارة قديمة مهددة بالانهيار إلى سكنة جديدة تتوفر على كل الضروريات اللازمة. كنا مغبونين في النوت صب علينا، زعما في الدرج طايح، ولادنا مغبونين، والحمد لله ربي فرج علينا دروك. المعاناة تاعنا كانت صعيبة بزاف هنا، ما بنادم ما ينجم يدور ما والو، كلش طايح عليك، ودروك الحمد لله فرحنا. احنا في مسكن جديد، وكنا في مسكن قديم ساكنين فيه من 61، ورانا فرحانين والحمد لله يا ربي. وتأتي هذه العملية التي شهدت اليوم شقها الأول ضمن 2500 وحدة سكنية مخصصة لهذه الفئة.
تنمويا جهود متواصلة تبذلها المصالح الفلاحية لولاية خنشلة بمشاركة مجمع سون الغاز من أجل ربط المستثمرات الفلاحية والمناطق النائية بالكهرباء. محمود جبيل. بعد طول انتظار ومعاناة كبيرة تم ربط مستثمرات والناس بشبكة الكهرباء الفلاحية بمنطقة جارت ببلدية ولاد رشاش ولاية خنشلة. حنا الفلاحين كنا نعانيو بالكهرباء، جبنا لي كابل دروك الحمد لله راهو التريسيتي الانزاز نتاعو ركب الحمد لله. عندي سقراك التريسيتي رحمه رب العالمين، المهم شنو جه مورثنا ورحمنا رب العالمين سدولتنا يقنا التريسيتي وقراودنا نخدم في رواحنا. 87 كيلومتر هو طول شبكة الكهرباء الفلاحية التي استفادت منها المناطق النائية والمستثمرات الفلاحية، وبنسبة إنجاز قدرت ب 90%. تم إنجاز 100 كيلومتر وم 655 مستثمرة، وفيها ما هو قيد الإنجاز مثل هذا المشروع اللي رانا اليوم واللي هو بنسبة 90%. إضافة إلى ذلك هناك برنامج جديد لربط المستثمرات الفلاحية حيث تم إحصاء المستثمرات الغير مربوطة بالكهرباء الفلاحية واللي عددها 3300 مستثمرة، وتم تحديد الأولويات. هذا واستفادت ولاية خنشلة مؤخرا من مركز جديد لتحويل الكهرباء بطاقة تحويل تقدر ب 80 كيلو فولت أمبير، من شأنه أن يخفف الضغط على المحول الرئيسي ويحسن نوعية الخدمات. تحت شعار يا الجزائر، بوابة التجارة الإفريقية من المرتقب نهاية الشهر أن تستضيف ولاية تندوف الطبعة العاشرة لمعرض المجال الدولي الاقتصادي بمشاركة أزيد من 100 متعامل اقتصادي ومشاركة متميزة لدول الجوار بغرب إفريقيا. عمات وكين. هي آخر الرتوشات قبيل انطلاق معرض المجال الاقتصادي بتندوف والذي سينشطه أزيد من 100 متعامل اقتصادي وبمشاركة مميزة لرجال الأعمال من بعض الدول الإفريقية لدول الجوار، لها أثارا إيجابية على المنطقة وعلى الحركة التجارية بصفة عامة، وخاصة بعد فتح المعبر التجاري الذي يربط بين بلادنا والجمهورية الإسلامية الموريتانية الذي يعتبر بوابة لغرب دول إفريقيا. ستعطي فرصة أخرى من أجل التبادل التجاري الحر ومن أجل كذلك المقايضة. أكيد أن تندوف ستعرف قفزة نوعية في مجال الفلاحة وفي مجال التصدير والاستيراد. بينما يعد المعرض فرصة لرفع التبادلات التجارية والاقتصادية بين الجزائر ودول غرب إفريقيا، مع بعث المعبر البري الحدودي مع موريتانيا وعودة تظاهرة المجار، هي جهود تبذلها الدولة لأجل الرقي بالسوق الجزائرية في إفريقيا. وفي تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، تم تسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة رحمهم الله، فيما تمثل 385 مريضا للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة. في إطار عمليات التلقيح ضد كوفيد-19، شرعت مديرية التربية لولاية تيارت في تلقيح موظفي مستخدمي القطاع. محمد نور الدين قاسمي. أغلب من حضر إلى وحدة الكشف والمتابعة هذه بالسوبر تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد كوفيد-19، بما يوحي أن مستخدمي قطاع التربية وذويهم واعون بأهميته. اليوم جيت باش نقوم بعملية تلقيح المرة الثانية، قناعتي أن اللقاح هذا ضروري للحد من انتشار وباء كورونا، وأحث عمال قطاع التربية أنهم يلتحقوا به وحدة الكشف للتلقيح. سمعت باللي هاد الناس راهم يديروا في المؤسسات يديروا الفاكس، انا التحقت خاصه اني مقام في القطاع، درت الفاكسان الاول 26 جويلي، ما كان حتى اضرار ما كان حتى خطوره، واليوم جيت درت الغابل الحمد لله يا ربي. عمليه تسير بوتيره جيده بفضل تجند أطقم طبية على دراية بالصحة المدرسية. قمنا بحملة تحسيسية في المؤسسات التعليمية خاصة الثانويات لأنهم ما كانوش مبلعين في الفترة الأخيرة، وكان تجاوب جاو داروا اللقاح تاعهم
وكانوا متخوفين في الاول، فهمناهم بلي هذا اللقاح ما غاديش يضرهم. اليوم ونحن نتفقد عمل هذه الوحده لاحظنا انه اكثريه المقبلين من قطاع التربيه الوطنيه اليوم تلقاو الجرعه الثانيه، وهذا دليل انه كاين قابليه للتلقيح. اخذ اللقاح هو نصف الطريق لدرء خطر الوباء، اما النصف الاخر هو الالتزام بالتدابير الوقائيه. ولتكفل أفضل بمرضى كوفيد 19 استفادت مستشفيات ولاية بسكرة من عدة محطات لتوليد الأكسجين، حيث تبلغ إحدى المحطات الموجودة بمستشفى زريب الوادي قدرة إنتاجية تصل إلى 62 متر مكعب، إضافة إلى تجهيز مصلحة للإنعاش. المزيد مع يونس الكحلديب. بوصول هذه المحطة بسعة 62 متر مكعب إلى مستشفى 80 سرير بزريبة الوادي ببسكرة، يكون المستشفى والولاية ككل قد قضت بشكل نهائي على مشكل الأكسجين. الأكسجين راه متوفر يعني في الوقت اللي راني كنت حاضر هنا. زريبة الوادي كانت تعاني في أزمة أكسجين، وكينا بنا ربي بالمحسن هذا جاب لنا مولد من احسن المولدات في على مستوى الوطن الجزائري. راه برب العالمين تنحى المشكل نتاع الاكسجين هذا بربي نهائيا. نشكر لاخونا المحسن اللي قام لنا بالشراء نتاع هذا المكثف هذا، والحمد لله البلاد دارت نصب سواعد الرجال، وان شاء الله لاباس، وبلادنا ان شاء الله راهي لاباس، والازمه هذه ان شاء الله تروح علينا ان شاء الله. وتزامنا مع دخول هذه المحطه الخدمه، تم تجهيز مصلحه الانعاش باربعه اسره بذات المستشفى. هنا رانا قمنا بالمبادره هذه بتجهيز غرفه الانعاش، بالاضافه الى شراء مولدين اكسجين لمستشفى دائره زرفه الواد. ونتمنى احنا نزيدو نقدموا اكثر، لان البلاد تاعنا محتاجه الامور هذه، لازم نكونوا واجدين. وتبقى الجهود متواصلة من طرف السلطات المحلية والمحسنين على حد سواء لتحكم أفضل في هذه الجائحة. نظم قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية لقاء تقييميا مع خلايا الأزمة المشكلة على المستوى الوطني حول العمليات التضامنية المنجزة في المناطق المتضررة من الحرائق الأخيرة التي شهدتها ولاية تيزي وزو. اللقاء كان فرصة لتقييم أداء الأفواج الكشفية خلال الهبة التضامنية التي عرفتها مختلف ولايات الوطن مع الولايات المتضررة من الحرائق، وفرصة أيضا للوقوف على احتياجات المواطنين في المرحلة المقبلة. ورانا متواجدين لتشجيع الهياكل تاعنا على المستوى الوطني، وتشجيع الشباب تاعنا، وتقييم الأوضاع وتقييم النشاطات اللي تندارت والقوافل التضامنية، وهكذا باش نخرجوا بتوصيات باش نحسنوا الأداء مستقبلا. وهذه القوافل أثبتت مرة أخرى أن الشعب الجزائري واحد موحد، وأنه يتضامن في بعضه، واللي راهو ضان بلي الشعب الجزائري يسير في طرق أخرى راهو غلط. هذه القوافل التضامنية أكدت مرة أخرى أنه الجزائر واحدة موحدة. احتضن مركز الترفيه العالمي بيستيف دورة تكوينية لمؤطري الجمعيات الولائية بغية تزويدها بالمعلومات حول الجائحة وطرق التحسيس بمخاطرها خاصة فئة الشباب. سعيد باللونيس. دورة تكوينية حول كيفية التحسيس بأهمية احترام إجراءات الوقاية من جائحة كورونا احتضنها مركز الترفيه العلمي بيستيف، ضمت أطياف واسعة من جمعيات ولائية ووطنية تحضيراً للقوافل التحسيسية بحر شهر سبتمبر المقبل. الهدف هو تقوية قدرات وتعزيز يعني وتكوين هؤلاء يعني الأشخاص اللي راحين يقوموا ب20 حملة تحسيسية تجوب مختلف يعني بلديات الولاية. يدخل هذا طبعا في دور المجتمع المدني الذي هو يعتبر دور أساسي وفاعل أساسي يكمل جهود السلطات العمومية في محاربة هذا الفيروس. باش تقوم بالعملية التحسيسية في الشوارع، في الأماكن العمومية، في كل مكان، وين يتواجد الشاب تاعنا وين يتواجد المواطن تاعنا راح يلقاو هاد الناس هذو. الدورة نشطها دكاترة عن القطاع الصحي بالولاية لتزويد مؤطري الجمعيات بالمعلومات الأساسية المميزة لهذه الجائحة وطرق توصلها، خاصة وأن الفئة المستهدفة هي الشباب، من حيث التدابير الوقائية وضرورة الإقبال
على التلقيح. أكيد استفدنا من خلال الدكاترة المختصين، واستفدنا كذلك من الكثير من المعلومات المتعلقة بهذا الوباء. كان عندنا أفكار جد سيئة، التداوي العشوائي فيما يخص التداوي، اللي يكون عنده أعراض خفيفة يروح يجري داوي روحه وحده. اليوم دينا معلومات قيمة. محاربة الجائحة مسؤولية الجميع، وللشباب دور محوري في هذه العملية. تم ليلة أمس انتشال جثث الشاب هشام ليتيم الذي توفي إثر سقوطه في بئر ارتوازي ببحمامة بفضل جهود مصالح الحماية المدنية بخنشلة. تمت العملية البارحة الجمعة على الساعة 10:41 مساء باستعمال وسائل حديثة لفرق التعرف في الأماكن الوعرة والتدخل، وكذلك استعملت كاميرات متطورة جدا، وكذلك استعنا بخبراء لغاية انتشال الجثة. إنا لله وإنا إليه راجعون. دوليا وفي الشأن الصحراوي، أعلن أمس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن تعيين الروسي ألكسندر إيفانكو ممثله الخاص في الصحراء الغربية ورئيسا لبعثة المينوسو خلفا للكندي كولين ستيوارت في هذه المهمة. وذكر بيان للأمم المتحدة أن إيفانكو سبق أن شغل منصب رئيس أركان بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية منذ عام 2009، وله أكثر من 30 عاما من الخبرة في الشؤون الدولية وحفظ السلام والصحافة. كما شغل ابتداء من 2006 إلى 2009 منصب مدير الأعلام لبعثة الأمم المتحدة في كوسوفو، ومتحدثا باسم الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك ما بين 1994 إلى 1998. في فلسطين استشهد صباح اليوم طفل فلسطيني من مدينة غزة متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال تظاهرات سلمية شرق مدينة غزة، فيما اعتقل جيش الاحتلال عددا من المحتجين والمتضامنين معهم وصحفيين أجانب خلال احتجاجات مناهضة لسياسة التوسع الاستيطاني والاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين وممتلكاتهم جنوب الخليل بالضفة الغربية. في المشهد الأفغاني، أعلن الجيش الأمريكي اليوم استهداف أحد قادة تنظيم ما يعرف بولاية خراسان الذي تبنى تفجيري مطار كابول وخلف سقوط عشرات القتلى بينهم 13 جنديا أمريكيا. على صعيد آخر دعت واشنطن كل رعاياها إلى مغادرة محيط مطار كابول تحسبا لهجمات يشنها التنظيم المذكور. عودة إلى أخبار الوطن وفي كرة القدم. إلى الرياضة وفي كرة القدم المحلية، تسوى اليوم رزنامة بطولة الرابطة الأولى المحترفة بلعب المقابلة الأخيرة لحساب الجولة 30 للمنافسة التي تجمع بين شبيبة سكيكدا وشبيبة القبائل ابتداء من الساعة 5:30 مساء بعد موسم ماراثوني. رياضة المشي والعدو بغابة بوشاوي تعود بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي وفتح أماكن الترفيه، حيث يمارس هواة هاتين الرياضتين نشاطهم بالمنتزه الطبيعي للغابة. نجوى الأخضر قريقة تنقل لنا الأجواء. ممارسة الرياضة ضرورية جدا، ليس فقط للحفاظ على المظهر الخارجي وخسارة الوزن، وإنما لأهميتها على صحة الجسم بشكل عام. وقد يكون المشي أو الجري من أفضل التمارين لكثير من الناس. شاك ويكند نجو نديرو لا مارش، شوية فوتينغ، شوية سبور هكذا كيما نجي انا وليدي.
وحسب المختصين فإن رياضة المشي توفر نفس الفوائد الصحية للعدوى بما ينعكس على صحة الجسم وصحة القلب والأوعية الدموية، وبالإمكان الدمج بينهما من خلال التبديل بين المشي والعدو، وينصح الخبراء بممارسة الرياضة لمدة طويلة على الأقل أسبوعيا للحفاظ على الصحة. في البريود تاع الصيف وين كانت سخانه بزاف ما كناش نجول للغابه سي كلير، مي من قبل شاك فوندغودي نجول لهنايا افيك لي زونفون سوا اون في دو فوتينغ ولا كيما اليوم انا بريفيري فير دو فيلو. بعد إعادة فتح المنتزه الطبيعي بغابة بوشاوي، عودة هواة ممارسة رياضة المشي والعدو لممارسة نشاطاتهم الرياضية المفضلة. إلى ولاية كالما نشد الرحال. المسرح الروماني الأثري معلم يحاكي تنوع التراث المادي للجزائر وتنوعه، وقد صنف ضمن التراث الوطني المحفوظ، تقول حنان بورايو. بهندسته المعمارية الفريدة ومنصته التي تعرض مشاهد من تاريخ الجزائر العريق، مسرح كالما أو كالما تحفة أثرية تحاكي الماضي وتنسج أجمل إبداعاته على مر الزمن. اللي راهو على شكل نصف دائرة مثل مسرح بوليزيوس، روسيكادا، توبيرسي كومنومي داروم، مادوروس، كويكول، على شكل نصف دائرة يحتوي على ثلاث أقسام رئيسية. القسم الأول هو الخشبة لإقامة العروض الثقافية. عندنا كذلك القسم الثاني الأوركسترا على شكل كذلك نصف دائرة لجلوس الطبقة الحاكمة والموسيقيين. ثم نجد القسم الثالث اللي هو المدرج اللي يحتوي على ربع أقسام. الأروقة التي خصصت فيما مضى لدخول الجمهور تعرض اليوم نصبا تذكارية تصور مشاهد من الحياة والطبيعة وحتى العادات القديمة. فيما يخص الفاكهة وإلى غير ذلك عدنا العنب، هناك أيضا كاين أيضا الصنوبر، نوجد سعفة النخيل. سعفة النخيل لأنها دائمة الإخضرار ترمز للتكاثر، ترمز للخصوبة. نوجد أيضا هذه النقيشة أو النصب، هذا لنلاحظ حمامة تأكل من خبز، ونشوفوا شخصية أنه معاه الكبش يحمل في يده عنقود عنب وحلويات. معالم أثرية ومواقع عديدة تحصيها ولاية كالما من مختلف الحقب التاريخية تؤهلها لتكون وجهة للسياحة الثقافية بامتياز. ختام النشرة إلى التذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطنية السيد عبد المجيد تبون يترأس غدا اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء يخصص للدراسة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة ومشروع قانون السمعية البصرية. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يهنئ المصارعة شيرين عبد اللاوي بعد افتكاكها الميدالية الذهبية الأولى للجزائر بطوكيو في الألعاب البارا أولمبية. وتحضيراً لدخول المدرسي، قطاع التربية يتعزز بمؤسسات تربوية وهياكل بيداغوجية بولايتي سكيكدا وإيليزي، ولتلاميذ ولاية بسة حفلة للنقل المدرسي. الطبعة العاشرة لمعرض موغار الدولي بيتندوف فرصة لتعزيز الشراكات وتنشيط التجارة البينية الجزائرية الإفريقية. حملة وطنية تخصيصية للتبرع بالدم، والتلفزيون الجزائري يواكب الحدث عبر يوم مفتوح. وفي إطار جهود مكافحة كورونا، ولاية بسكرة تتدعم بمحطتين لتوليد الأكسجين. لكم منا أطيب المنى، في أمان الله. We'll be right back.